قربي طيب يا عم مقربي قربي إيه خلصيني شو وقفك على المقليات هونيك لك يا عمي انا قلت بركي بنجيب لنا شي مقليه بدك تعملي هلا شوبينج صرتي كل عمركم يا بيت الرقروقي تشتروا من الخضرجي اللي ماري وتروحوا على الدكاكين انجع عنده علبتين طون وتقيدوا على الدفتر على حساب صحتي ستي بدك تيجي على التعاونيات والسوبر ماركت شو بدك من هون بدي رولات تواليت رولات تواليت وانا الجرايد اللي حاططها بالحمام كرمال شو حاططها امشي من هون امشي بهري بدها تجيب لي الجلطه هلا بفرجي هيك تجيب ونزل لحاله الله يبعدوا عنا زيح ياك اخ يا مروان شو عم تجيبي عم جيب دواء للصراصير دواء للصراصير والشحاطة على شو؟ على شو قانينا الشحاطة؟ بتشيل الشحاطة وبتطرق فيها الصرصور طب خلص ما تزعل في حدا تبع البرغش لك أي برغش؟ إيدك عنه كل عمركم عايشين بين الصراصير وبين البرغش هلأ صرتي عحسابي بدك تقتي دواء صراصير ما البرغش والأمل والسيبان معبى روسكم الله يوفي طيب الشم عليك يا مروان جرسني مشي رح يجيني رح يجيني جرسني قدام القهر مروان وحيد الله وجبوني إجري ولو ليه بتنقي؟ ما قلت اللي بدك تغديني ليه أنتو بيت الرقروقي عايلي نقاقة ليه نقاقين؟ طب خورت لو خلص ما رح غديكي روقي شوي أنت أحلى غدا رح غديكي مرحبا على مدام على مسير فضل موجود على فضل فرجينا شو عندك لنشوف في كل انواع مسير شو بتحب هات اعمل لك برمي علي هون بتحب تدوق اذا بتريد دق لي هالشقه ميرسي كثير غنم بس كثير طيبه تفضلي رورو اي بنصحك صحتين كيف مدام وصل لك شقفه منها استاذ لا بتحب اوصل لك شيء ثاني بدك شيء ابيض اوصل لها لسانها حتى ما تبطل تحكي اوصل لي اعطيني شقفه من هيدي هيدي مثل بس على غنم هذيك هذيك البقر اللي دقتوا هيدي غنم دق لي هيدي الشقفه حياتها منيح ايه هدي رورو ولا قلنا هدينا يا حياتي شو مدام يا حياتي كلي على حسابي كلي دق لي النوع استاذ ايه يلا الله يخليك دق لي النوع اوه ليك هي طيبه ما هي طيبه يا يعني اعطيني بعد بتحب ذوق هيدا النوع كذا نوع ايه كذا نوع هيدا بنصح فيها هيدا خرب بيتك مثل الحي اللي بسبع عروس بتسحب سحب روقي نتفه هيدا غير نوع كليا هيدا غير نوع هيدا غير نوع بتعطيك النكهه اللي بدك طيبين صحتين رورو تتعبين بعقدك والله مش في عندك روكفور روكفور يوزر روكفور بس هيدا هي اللي بدها اياه روكفور لانه بيت الرقروقي انتو كل عمركم تحطوا الجبنه من السنه للسنه وتعفنوها لتاكلوها صار بدك روكفور الله اعطينا روكفور استاذ يا عمي ما بقى بدي اكل شو ما بدك شو استاذ ما بقى بدي انفزرت من الجبنه بدي روح اتغدى شو بدك تتغدي ما غديتك الله لا يوفقك سبع انواع جبنه لا لحظه هلا هيدا غدا استاذ بكل عمرك بدك تشتري وانا بتشتري ما نعرف شو بدي اشتري انت يبيعوك بسوق لحد كمان شو لي معك انت جينا غديناها للمخلوقه غديناها رحنا نجيب شوكولا للاولاد اللي بياكلوهم عشو بدي جيب بياكلوهم الله لا يوفقك لا انت ولا اولادك شو عم تعمل هون ليله راس السنه ما جايين شو جاي تعمل قلنا بنسهر سوا سهر يسهروا على صحتك بجاه اللي خلقك وين ما بتسهر سوا هون ما بتسهر سوا لا انه ما بعرف شو عاملين انتم بنعمل شيء معكم شو وش دغري وش انت قلتي لهم يا مروان ايه انا عزمتهم انت عزمتيهم طب يا مروان يعزموكي على ديار البلا بجاي اللي خلقي طب ليش هيك ليلة راس السنة بدي اقعد انا وياكي راس براس طب معلش حبيبي بس حلو نسهر سوا صح ايه اهلين نسهر سوا انت انت ليك ليه ما بتروح بتسهر برا انت وين برا روح سافر لك على شي محل ما بدك تروح على الامارات لا ما بده يروح ليه ما بده يروح ما ندل هون بلبنان خليكي بلبنان ندفسي انت وياه شو حبيبي شو بتحبي تحضري شفتي صهر لحظه عم تمزح معي عمرو دياب ايه فضل شاكر عاصي حلاني ايه نجوى كرم ايه راغب عليم راغب علامه ايه انت سكوت انت ما تحكي سد نيعك فيك تسدوا لنيعك ليه بيحكي حياتي شو انا بحب نجوى كرم نحضر نجوى وفيها تكون مع عاصي عاصي ونجوى ايه شو فيها ومعليش اذا بنشوف اذا بالحب. عمرو دياب لا ما بدي عمرو انا بحب عمرو فضل, فضل فضل ايه عمرو دياب لذيذ انت فيك تسد نيعك وفيك تقلها لا انت انه ما تحكي ولا كلمه احسن ما بجيب اخرتها لا ليك ليت شو خلص ما انا عامل حساباتي قوم بلبس ايه قوم البسي لبسوكي الكفن بجاه اللي خلقك ايه بدك تلبسي احني ها شو هن هودي السيديات والديفيديات هيدا عاصي وهيدا عمرو دياب وهيدا راغب هاي نجوى هلا انت كمان عم تعملي لي اياها كل عمرك تسهري انت بتحضري حفلات
يا حنة ها هلا بدك تساهمني تحضرني اياهم على هذا فكرتك اخذني تساهمني من المطعم اللي بطرقك على جوزتك في احسن منها القعده بالبيت لشو البرد برا وتطلع وتفوتي وتروح وتيجي انا بدي احط هونيك مصاريف على الراس 400 500 دولار يخرب بيتك وبيت بيتي يا حني هلا بننقي الواحد بدنا اياه منه نسهر هلا نسهر هون بالبيت مع نسهر مروان بس السهره يا حياتي تبع رصني بدل الكوتيون والقصص طلبي كوتيون ونزمر وهيك ونحتفل داخلك انا انت بدك تزمري انت ليه انت بيك كل عمرهم اهلك يفتحوا لك الشبابيك ويقولوا لك اسمعي زمور السيارات دخل زمور وبيك انا بفرجيك انا عامل شو عامل حساباتي ها تفضلي شرفه هذه عده راس السنه هي بحاش تحكي انت مثل كانك منك شايف شيء بيت الرقروقة شو هذا هاي الهدايا يا حي ها شو هول البسي ها شفتي معي دفيس انت بها هول جرايد صهر عيره لها لا انا هلا لها شو عامل حسابك وحسابها انا طب مروان وين الزمور؟ دخل زمورك انا ما احلاه احوه ها طب هيدا لالي وين طب قولون؟ كل واحد بزمر فيه شوى انا بدي زمور لحالي صار وانا كمان بدي واحد من هودا اللي بينفخ هيك طويل انت ينفوكي عند البنشرجية انت صرتي هلا تعملي هيك زمري شوي بها لك زمري فيها ما تشطيها هالقد كتير بس وحده ما بتصرفي منها اوف هاي بتصرف منها يا شو ما بتصرف منها لك عن الزمور لا كتير هالقد صار كتير انت شو خصك بهالقصة عيرية لخيي ما بدي خيي زمر ليه عم تنقذنا هيك انت ينعاد عليك سهر ان شاء الله ما بينعاد عليك انت اجت المصيبه فادي خلص برجع بدق لك بس ليك بس اطرقك مستكول رضا مرمرين وينك اي مرمر وعيشتك مرمره يلا باي فادي هون انا هون انا شرفه يا قبلني موجود ليه جاي ما يا قبلني ليه جاي مهروقه وين شوفي ايدك بايدك عني ما بتعرفيني بهر دغري ليه عم تحشيني ايه كيفت على البيت ما قلت لك كيفت على البيت عامل لك مفاجاه كبيره طويله عريضه عن جد عم تحكي ما تقول لي جبت لي الاغراض لانه نصيتك عليهم رايحين على عرس بنت خالتي ولو انا الي مين إلي غير الرورو؟ مين؟ طيب يلا بلش لي بالفستان بالفستان؟ غمض عيوني يبلشوا فيكي بالغسيل ويدبوكي بالمقبرة ليه يا مروان؟ دغري بالفستان روحي شوي بدك تروحي على العرس هلا كل عمرك بتروحوا على عرس عرس بنت خالتي مروان ما بنروح عليه؟ لو إذا عرس بنت خالتك يخرب بيتك ولك يخرب بيتك أنت رح تجلطيني بشو بدك بلش لي؟ بالفستان غمض عيونك يلا وتيريريري فتيح؟ فتحي يفتحوا عروقك فتفتيح ليك لا شو هيدا ولا مروان شفتي بقى احلى هيدا ليكي هذا كان للجيران هذا شرشف طاوله واقع لقيته بمدخل البنايه بس خرج فستان برحلك يا ويلي شو برحلك معقول تلبسني هيدا يا مروان معقول تلبسني شرشف طاوله كل عمركم تحطوا جرايد على اجسامكم وتظهروا هلا هذا شرشف طاوله بطل يعجبك هذا لو عملوا شي ديزاينر بتقولي انه والله كتير منيح بس لانه انا جايبه ما بيعجبك خلص مش الحال مروان مش الحال جبت لي السكربينه ايه طبعا جبت لك سكربيني فيني ارفض انا طلب للرورو غمض عيونك خلص هلا بلبس فستان من عندي تيريريري تيريريري مروان شو اول شيء بشعه ليه عم تكشي وليه عم تكشي كل عمرك يا مروان قلت لك يا بدي اياها حمراء بدك اياها حمراء كل عمرك تلبسي شحاطه واصبعك من الادمان مبين منها هيك ومكسور ضفرك هلا صرت عم جيب لك وحده من غير صار بدك اياها حمراء عامل حساباتي انا من وين جايبها هاي مروان هاي من سوق الاحد خلص بقول له مروان الله لا يوفقك نطرتهم لاخر النهار لبيعوني اياها ب 3500 ليره بدك تكسبيني انت بدي اياها حمراء شو بدي اعمل فيها بيضة ما راح البس لما عملتي حسابي ليكي شو جايب ليكي هاي هلا بتصير ايدي اللي بتصير حمرا شوفي شكليها تشكيل هيك ها شوفي ها مروان يا حيه يا جماعه شوفوا لي انتو اللون هيدا مش حلو ليك كيف صارت ما بغشك انا رورا لا مش الحال مروان مرسي كتير كلك ذوق عذبتك الواحد بيطلب منك طلب عذبتيني اعطينا 200 دولار لشو بدي اعطيكي 200 دولار يعطوكي 100 لطشه تنعطي 100 لطشه على مخك لشو بدي اعطيكي 200 دولار مروان اي قلبي 200 دولار يا مروان شو قصتك يا مروان طبعا عم نقول لك عرس رايح على حفله انا بدي اروح اول شيء عند حكيم اسنان بيض اسناني وارجع بس
بس الله يسود وجهك، الله يسود وجهك، بدك تبيض لسانك صرتي هلا. عم بقلك عرس بنت خالتي اللي حتى يقعدوا يحكوا عني، ليك جوزة مش جايب لها ولا عامل لها شيء. بيض اسنانك لقلك. شو هيدا مروان؟ هيدا مسواك، هيدا بتضلك تعلكي فيه تعلكي فيه تعلكي فيه لا يبيضوا اسنانك. هيدا ها بتضلك تعمليه هيك، عرفتك ايه؟ خلص مش الحال مروان، مرسي كثير كلك، زعطينا $100 بقى وخلصني. ما كل عمر اسنانكم انتم صفر وهيك نياب انتم وصفر قاشطه والاكل يمين والاكل شمال بلا ما نعرف الدنيا والبشريه. خلص بقى يا مروان، حش تحكي بقى عن اهلي وعني. صرتي بدك تنطفي اسنانك يا بنت الرقرو. طب خلص مش الحال، اعطيني $100 خليني اروح اعمل ميك اب وشعري. الله لا يعطيكي عافيه بجهه اللي خلقك. شو بدك تعملي بشعرك؟ بدي اعمله ليس. بس عندي الليس يا حوة. ها تفضلي شفتيها ها؟ هيدي 220، هيدي بتفقعي فيها فقع، هيدي بتعملي لها هيك 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 هيك. خلص بقى مروان، خلص بقى مروان. ليكي ما احلاها، ليكي ما احلاها. معقول تكويلي شعراتي من المكوية؟ $3.5 حقها، $3.5. ليش جايب لي هالغراض يا عم رح يجنني؟ شو بعمل بالميك اب؟ اي ميك اب؟ شو بعمل؟ بدي احط كحله، بدي روح يعمل لي اي لاينر هيك كله بجنن. اي لاينر اي لاينر بيت الرقروقه. اليخت كان عندكم دائما على بمربيه، وبي كان يروح على كان ويجي يخرب بيتكم. كل عمركم جماعه شحادين، جماعه نور تتر. ولك لك شو بدي؟ خلص بقى يا مروان، عيب عليك بقى تضلك تحكي عن اهلك. شو انت؟ قربي لقلك. شو هاي؟ قربي لقلك. ولا شو هاي؟ مروان شوفي 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 مروان شو عم تعمل؟ عم بعمل لك هيدي الايلاينر. الايلاينر اسمها هاي فحمي مروان. ما هي بالفحمي بيعملوا. ما هو ليش من شو مصنوع الايلاينر يا بنت الرقروقي يا زكيه؟ من الفحم. والله ايه الفحم الحجري يغطي غط لالي. حطها حطها من ايدك، حطها من ايدك. ها يا عيب الشوم عليك ووجه وخدودك، كيف كيف بده يبينوا فيهم اكلاو وموردين؟ هذه خدودك ليكي واحلاهم. يا مروان يا مروان خليهم يحمروا، خليهم يحمروا يقرصوا فيك العفاريت. الله لا يوفقك، انت بدك تجلطيني يا بنت الرقروقه. حرام عليك يا مروان هيك عم تعمل فيي. اخ خلص هلا انا بروح بشوف شو بدي اعمل بالروج اللي بدنا نحطه. الروج الروج عندي، هيدا البوكس اللي ناطره انا على 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 خلقتك. لا 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 عجوزتك. مروان مروان يا مجنون. انت لانه انت اصلا مين محرك السياره؟ صهر. تعا صهر، تعا قرب لقلك. نعم صهر، قرب لهون، قرب لهون. مين محرك السياره؟ من مين حرك؟ مين حرك؟ احكوا بقى احكوا بقى، زلعومي زلعومكم، احكوا بقى. شو هلا بلعتم سيناتكم؟ انت شو مين محركها للسياره من ارضها؟ انا حركتها صهر. ليه حركتها؟ عشو حركتها؟ انت كيف عرفت اني حركت؟ انا كيف عرفت؟ لانه انا معلمها للسيارة. تعا شوف، تعا شوف، شفت الاسبات؟ شايف واقفة هون؟ اه مرجعة نص متر السيارة لورا. مزبوط صار. ليه حركتها؟ ايه؟ ليه حركتها؟ ليه حركتها؟ ما جارنا نعيم بده يقطع، وانت كنت بالحمام صهر. ايه؟ قمت اخذت المفتاح ونزلت رجعتها ورجعت مرقتها ورجعت صفيتها. عادي. نزلت دورتها وحطيت اريير ورجعت؟ كيف بدي ارجعها لك؟ الله لا يوفقك بجاه اللي خلقك، جيب الناطور. كيف يعني؟ جيب الناطور، بيجيبوا الناطور العالم. ايه؟ بيبومروا السيارة. ايه؟ وتقولوا للناطور تفشني لورا، انا عشو عم بدفع له 2000 ليرة بالشهر للناطور؟ 2000 ليرة؟ ايه؟ عم بتبعزك. ايه عم بعزك، عم فكر اعمل له اياهم 1000. شو ما هيدي كل تدويره بيروح لتر بنزين، وانت اكيد بتكون هي ست التوره راحوا. شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل فيكم؟ يا مروان حرام كان عم طبقه. طب خلص اخر مره بنعملها، يلا مشي خيي. لوين مشي؟ شو اجر كرسي انا هون طرطور انا شايفتيني هون؟ لك لا ما رايحه مع خيي. مع مين رايحه؟ لوين رايحين؟ شوفي رايحه انا وخيي جيب كادو لبي لانه عيد ميلاده اليوم. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد بقية. هلا صرتوا تعملوا عيد ميلاد يا بيت الرقروق؟ ايه يا مروان. طب شو فيها يعني؟ انتوا اضخم واحد فيكم بالعائله، ما معروف اي سنه ولا اي شهر خلقان. هلا صارت عيد ميلاد على دوري انا؟ ملا خلص مروان، يعني هلا ليش عم تعمل هيك؟ انت بعدين انت ما رح ترجع على الامارات بقى تشتغل هون؟ ما لها اي اساس. ما رح تخلي. شو بدك هلا؟ شو وين رح تروح؟ اول شيء رايح اجيب له بارفان. بارفان؟ ايه بارفان. قلبي لحظه مروان، مروان خيي صهر. يا حبيبي لحظة شوي، لحظة. انت ما تقلي صهر، اذا كنت بدي اعيش بموت ما تقلي صهر. طيب لحظة مروان، شو فيها اذا رحت هلا برمنا شوي بهالموز ونقيت له بارفان؟ شو حقه $50؟ الله لا يوفقك. خلص بدقك على جوزتك $50 حقها؟ هلا صرتوا تحطوا بارفانات؟
كل عمركم لكل عمركم ريحتكم طالعه انتم بيت الرقوق. نحن يا مروان ليه كنا نفتح الشبابيك لتظهر الريحه من البيت. كانوا يشموها العالم من شارع لشارع. ولو على منطقه ما بعرفكم انا ولا خلص يا مروان ليش عم تعمل هيك؟ خديله لبيك. ها قال لي بما انه عيد ميلاد بيك هيدي هديته لإله لعمه عمد دبب. شو هاي؟ وقت نبكي صهر؟ لك انت شو دخلك بالقصة؟ انت شو دخلك تبحث؟ بتفوق فايت بين البصلة والقشرتها ما بينوبك منها الا ريحتها. يا مروان شو قصتك كمان؟ هاتي هلا قال لك كيف بيستعملوها. ها فرجيني. هادي بيفتحها هيك مدفي ها ليكة شفتي هيك؟ ايه شمي ريحتها. الله 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 وكثير عليه لبيك. هادي بنقط منها هيك نقطة 2 3 4 وبتروح معه شهر بيرجع بيضبها هيك وبيخليها. لكن بدك تجيبي بارفانات على حسابي انا. ونروح على المول ولا انا بدي اروح على المول. هلا رايحين تبرموا بالمول انتوا يا يبرموا فيكم بالتوابيت بكل بيروت فتل فتل وغزة ليجيبوكم بالجبانة تحت سابع بلاطة. بعيد الشر عن قلبنا. انا بجيك بدي خبره لبيي. روح روح انت روح روح ابو براس عم بقلبك و60 قلبك.